يقول عليه الصلاة والسلام: غبن المسترسل ربا. المسترسل الجاهل بخصائص البضاعة. أيام الباعة عندهم حاسة سادسة، يشعرون أن هذا المشتري جاهل بخصائص البضاعة، يبيعونه أسوأ بضاعة بأعلى ثمن، ويتوهمون أنهم أذكياء. حدثني أخ من أخواننا، إنسان اشترى مركبة جديدة وهو لا يفهم ما فيها، فيها مشكلة، جاء إلى أحد المصلحين أعطاه وصفاً خطيراً لعلة فيها، وطلب مبلغ كبير والمدة 3 أيام، وإصلاح المركبة يحتاج إلى دقيقة واحدة ولا يكلف شيئاً. فأول يوم أخذ أهله بهذه المركبة إلى الزبداني، وثاني يوم إلى الغوطة، وثالث يوم إلى طريق المطار. فقال له جاره: يا رجل اتق الله، القضية بتكلفك ربع ساعة، دقائق، 3 أيام، ومبلغ كبير جدا. قال له: هكذا العمل، أنا الذي أعمل صح. له ابن دخلت نسرة فولاذ يعمل في مخرطة في عينه، كلفته العملية تقريبا يعني شيء 40-50 ألف ليرة بلبنان الصواقعية. الله كبير، من هو الغبي؟ هو الذي يتوهم أن الله لا يحاسب، هو الذي يتوهم أن الله لا يعاقب، هو الذي يتوهم أن الله لا يعاقب.